اسمحوا لي بداية أن أرحب بكم جميعا وأن أشكر لكم حضوركم لهذا المؤتمر الذي تقرر عقده للحديث إليكم حول ما تواجهه سوريا من تحديات وتهديدات ومؤامرات تتعلق بما يسمى الملف الكيميائي. وأنا هنا لا أتحدث إليكم فقط بصفتي نائباً لوزير الخارجية، بل بصفتي رئيساً للجنة الوطنية لتنفيذ التزامات سوريا بموجب انضمامها إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. مما لا شك فيه أن سوريا الآن هي شاغل العالم، وأن الأخبار التي تنطلق منها تشكل في بعض الأحيان المادة الإعلامية الرئيسية. وأنا أقدر أن الإعلاميين في سوريا يضغطون دائماً لكي نحقق لقاءات بهم لنشرح لهم ما يجري، خاصة وأن عواصم العالم الرئيسية في واشنطن وفي موسكو وفي باريس ولندن وفي المنطقة تتابع أخبار سورية كخبر أساسي. أود أن أبدأ بالقول بأن التطورات الأخيرة في الجمهورية العربية السورية هي الأفضل بالنسبة للدولة السورية منذ بداية الأزمة وحتى الآن. الجيش العربي السوري وحلفاؤه يتقدمون في كافة أنحاء سوريا. المصالحات الوطنية في الجمهورية العربية السورية تحقق إنجازات كبيرة في دمشق، حول دمشق، وخاصة ما تم مؤخراً في برزة والقابون، وقبل ذلك في وادي بردة، في الزبداني، في مضايا، وإضافة إلى ما تم تحقيقه في حي الوعر في مدينة حمص، بحيث أصبحت حمص التي كانوا يعولون عليها في البداية اهتماماً كبيراً، لتسقط أحلام هؤلاء الفارغة، وهي أحلام ليلة صيف كما عنون شكسبير لإحدى مسرحياته، وتصبح هذه الأحلام هباء ومجرد أوهام لا مجال لها على أرض الواقع مهما طالت هذه الأزمة. من جهة أخرى، مما لا شك فيه أنكم تابعتم بشكل دقيق عملية تحرير شرقي حلب، المعركة الفاصلة والتي ستدخل تاريخ سوريا في إطار العمل على وضع حد للإرهاب ووضع حد للتدخل المباشر من قبل الدول الغربية بشكل خاص الولايات المتحدة الأمريكية، ومن قبل الاستعمار القديم في سوريا الفرنسيين والبريطانيين، وتدخلات الأنظمة أو بعض الأنظمة العربية التي تحالفت مع إسرائيل ومع الدول الغربية لقتل الشعب السوري ولتدمير المنجزات التي حققها هذا الشعب. ولا أدري ماذا استفاد هؤلاء من المليارات التي دفعوها فقط لكي يقتلوا شعب سوريا ويدمروا كما ذكرت الإنجازات العظيمة التي حققها، وخاصة في مجالي التنمية البشرية والتنمية الاقتصادية، حيث كانت سوريا قبل الأزمة تسير بسرعة صاروخية لتحقيق التنميتين البشرية والاقتصادية. وهذا لا يفرح البعض لا في المنطقة ولا خارج المنطقة، لكنني أؤكد دائماً كما تؤكد القيادة
في الجمهورية العربية السورية، على أن الهدف الأساسي هو تحقيق أحلام إسرائيل في المنطقة. سوريا بقيت عملياً الطرف الوحيد الذي بقي يطالب بفلسطين، بتحرير فلسطين، بإيجاد حل سياسي للأوضاع في الشرق الأوسط. ساهمت سوريا في العمل بشكل جدي، إلا أن الإسرائيليين رفضوا تلبية الحد الأدنى من مطالب الشعب الفلسطيني ومطالب الشعب العربي، وبشكل خاص رفضوا إنشاء أو الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في إنشاء دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس. كل هذه العناصر هي الخلفية الحقيقية للأزمة السورية، لكنني أعود للقول كما بدأت بأن الهدف الأساسي هو إركاع هذا البلد بتآمر من أنظمة عربية أصبحت معروفة، وكلكم تتابعون ما حدث مؤخراً. لقد ظهر مؤخراً وبلغة لا مجال للتشكيك فيها من قبل قيادات الولايات المتحدة والقيادات الغربية وحتى الأطراف المتنازعة في الخليج حول حقيقة الدور الذي كانوا يقومون به في التآمر على سوريا، في تسليح التنظيمات الإرهابية في سوريا، في تمويل وإيواء ودعم التنظيمات الإرهابية في سوريا، تلبية لطلبات إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية من أجل إخضاع هذه المنطقة بكاملها للإرادة الإسرائيلية. سوريا تقاوم الإرهاب، تكافح ضد الإرهاب، والجيش العربي السوري متفرغ عملياً هو وحلفائه لمكافحة الإرهابيين أينما وجدوا على الأرض السورية، ونحن نقف كما يعرف الجميع ضد الإرهاب في أي جزء من أجزاء هذا العالم، حيث قامت انطلاقاً من إيمانها، قامت سوريا انطلاقاً من إيمانها بضرورة إدانة الإرهاب والعمل ضد الإرهاب بإدانة كل الأعمال الإرهابية التي تمت في بريطانيا وفي فرنسا وفي دول غربية أخرى وفي المنطقة العربية، حتى أن سوريا أدانت مؤخراً العمل الإرهابي الذي استهدف مكة المكرمة. نحن نأمل أن يرتفع الآخرون إلى هذا المستوى الأخلاقي من الوعي ومن العمل السياسي الصادق والصحيح، لكي نقول بأننا ننتمي إلى عالم واحد همه الأساسي الآن في هذه الظروف هو العمل ضد الإرهاب. في وسط كل هذه المجالات تأتي التهديدات الأمريكية والعدوان الأمريكي المباشر على سوريا، والذي تمثل بالضربة التي قامت الولايات المتحدة الأمريكية إدارة ترامب بتوجيهها بشكل مباشر إلى مطار الشعيرات، ونحن لا نعرف حقيقة حتى هذه اللحظة أي مبرر أخلاقي أو سياسي أو عملياتي لهذا العمل الأمريكي الذي لا مبرر له على الإطلاق، والذي اتخذ فقط بهدف وحيد كما نعتقد، وهو أن الإدارة الأمريكية الجديدة أرادت أن تقول للعالم أنني قوية وأنني أستطيع أن أضرب في كل مكان. طبعاً المجنون يستطيع أن يضرب في كل مكان، وهم يعرفون أن أحداً لن يحاسبهم على ذلك. هنالك مجموعة من الدول القادرة على التعبير عن وجهات نظرها إزاء الاعتداءات التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية سواء على سوريا أو في أماكن أخرى، والاحتجاج على الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية لأنظمة تدعم الإرهاب، وقد اعترفت قيادة الولايات المتحدة الأمريكية بذلك في تصريحات تصدر في كل يوم وأكثر من مرة، سواء من قبل الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية أو باسم البيت الأبيض أو حتى باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون. إذن لماذا تقوم الولايات المتحدة الأمريكية باختلاق هذه الفرص من أجل توجيه ضربات إلى بلد يكافح ضد الإرهاب وهم يعرفون ذلك،
سواء بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر أو من خلال عملائهم في المنطقة وأدواتهم في سوريا، كما أنهم يعرفون أن سوريا لا تبادر على الإطلاق إلى إيجاد ذرائع مهما كانت هذه الذرائع من أجل اتهام الآخرين جزافاً كما يفعلونهم. إذن لماذا هذه التهديدات على سوريا؟ أي محلل بسيط لا بد أن يقول أن الولايات المتحدة الأمريكية التزاماً منها بمصلحة إسرائيل وأمن إسرائيل كما يدعون، لا بد من أن تعمل على إطالة هذه الأزمة في الجمهورية العربية السورية، وخاصة بعد الإنجازات التي حققها الجيش العربي السوري وحلفائه في مختلف أنحاء سوريا كما ذكرنا، وخاصة من خلال الأولويات التي وضعها الجيش العربي السوري بتحرير البادية والوصول إلى الحدود العراقية السورية بشكل خاص من أجل مواجهة تنظيم داعش في تلك المنطقة. الغرض الثاني من هذا العمل الأمريكي اللا أخلاقي والعدواني والدموي بمختلف مقاييس العمل السياسي يهدف إلى منع سوريا من تحقيق انتصار على الإرهاب، لأن الولايات المتحدة الأمريكية وعملائها وأدواتها في المنطقة استثمرت في الإرهاب، وأنا أقول استثمرت، يعني كما يستثمر أي تاجر أمواله في بناء منشآت من أجل زيادة الدخل، الولايات المتحدة الأمريكية وعملائها استثمروا في الإرهاب، وهم كما تقول المصادر الكثيرة، ما هم من قاموا بتشجيع الإرهاب وتأسيس الإرهاب. لا أريد أن أعود إلى المقالات الأساسية التي كتبت في هذا المجال، بما في ذلك كتاب أمريكيين دحضوا أي مبرر لشن العدوان الأمريكي على سوريا، بما في ذلك أشخاص في البنتاغون وفي وزارة الخارجية وفي البيت الأبيض، عندما قالوا كما قرأنا واطلعنا للرئيس الأمريكي بأن سوريا لم ترتكب أي عدوان، لم ترتكب أي عمل يستحق مثل هذه الضربة التي وجهت إلى الجيش العربي السوري وفي مطار الشعيرات الذي تنطلق منه الطائرات لمكافحة الإرهابيين سواء كان في وسط سوريا أو في شرق سوريا. إذن هذه الضربة كانت موجهة وبدقة من أجل ضرب كل من يعمل بجد على مكافحة الإرهاب في هذه المنطقة. طبعاً فيما يتعلق بأسباب أخرى، تعرفون الفضائح التي انتشرت حول ما تقوم به غرف الموت التي أنشأها الإسرائيليون والأمريكيون والسعوديون سواء في الأردن الموك أو في تركيا من أجل تنسيق الأعمال الإرهابية التي تتم في سوريا بهدف تفتيت الدولة السورية وبهدف دعم انقلاب أنا أسميه انقلاب على الحكومة الشرعية المنتخبة من قبل الشعب السوري في الجمهورية العربية السورية، لأن هذه القيادة مستهدفة بذاتها، لأن من تبقى في هذه المنطقة معروف، وبقيت سوريا هي التي تنادي بالحقوق العربية وتنادي بضرورة قهر الإرهاب. القاعدة من أوجدها؟ أوجدها الأمريكيون، وعندما انتقلت القاعدة وأنجزت المهمة في أفغانستان نقلوها إلى العراق، وفي العراق قسموها إلى نصرة وإلى داعش، لكن يبقى أن الوجه الحقيقي للإرهاب هو الوجه الذي قامت الإدارات الأمريكية المتعاقبة بإنشائه، والآن تأتي إدارة وتقول أنني لست مسؤولاً عما تم سابقاً، والإدارة التي سبقت تقول نفس الشيء، لكن نحن نرى وجود دعم سياسي متناسق من قبل مختلف الإدارات الأمريكية لهذه المجموعات الإرهابية التي ذكرت أنهم يستثمرون فيها من أجل تحقيق أهدافهم وأهداف الصهيونية العالمية. التستر على الفضائح الأخيرة التي ظهرت في منطقة الخليج أيضاً أحد الأسباب
التي أدت إلى هذا التصعيد ضد سوريا لإلهاء الرأي العام في المنطقة وفي العالم بمسألة فظيعة اكتشفوها فجأة، وهي مسألة استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا. أنا أؤكد نيابة عن الجمهورية العربية السورية بأن سوريا قد تخلصت من برنامجها الكيميائي بشكل كامل. لم تعد هنالك أسلحة كيميائية في سوريا، لم تعد هنالك مواد كيميائية سامة أو غازات قد تستخدم في عمليات حربية. ونحن منذ البداية قلنا أن استخدام أسلحة الدمار الشامل التي اخترعت في الغرب ومن قبل الولايات المتحدة الأمريكية ومن قبل فرنسا ومن قبل بريطانيا، أن استخدام هذه الأسلحة أمر غير أخلاقي، ومن استخدم هذه الأسلحة هم هذه الدول. طبعاً كان لدي بعض الملاحظات المكتوبة حول عدة تواريخ تتعلق بإنهاء الملف الكيميائي السوري، لكن لا أريد أن أتطرق إليها بالتفصيل لأن ذلك سيأخذ الوقت الكثير، وسأتيح فرصة من أجل طرح الأسئلة في هذا المجال. طبعا بدأ كل هذا الهجوم على سوريا بتاريخ 19/3/2013 عندما استخدم الإرهابيون الغازات السامة في خان العسل. آنذاك بادرت الحكومة السورية في اليوم الثاني من استخدام الغازات السامة في خان العسل، أي بتاريخ 20/3/2013، حيث وجهت سوريا رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، طلبنا منه التحقيق في الحادثة. تأخر هذا التحقيق حوالي 4 أشهر، لأننا بتاريخ 18/8/2013 استقبلنا أول بعثة من قبل الأمم المتحدة برئاسة البروفيسور آكي سيلستروم. وعندما كنا نناقش في مكتبي في وزارة الخارجية مع آكي سيلستروم ما حدث في خان العسل، فجأة يعلمنا آكي سيلستروم أن المعلومات أنه وصلت إليه معلومات وهو في الاجتماع بأن هنالك هجوم بأسلحة كيميائية بغاز السارين في الغوطة الشرقية من دمشق، يعني بتاريخ 21/8، وبتاريخ 23 بهذا التاريخ طلب منا أن يغير من المهمة، فقلنا له لماذا لا تذهب أولاً إلى خان العسل للتحقيق في الحادث الأول الذي جئتم أنتم بموجبه إلى سوريا؟ فقال أن التعليمات وصلت إليه للذهاب إلى الغوطة الشرقية بدلاً من خان العسل. وفعلاً انطلاقاً من قناعتنا بضرورة التحقيق في هذه الجرائم التي ترتكبها المجموعات الإرهابية المسلحة، قمنا بالسماح لهذه البعثة بالوصول إلى مكان الحادث في الغوطة الشرقية، لكنهم لم يعودوا يذكرون إطلاقاً ما حدث في خان العسل أو لاحقاً في أماكن أخرى من الجمهورية العربية السورية. وهذا يثبت بالدليل القاطع أن النوايا كانت كلها تركز على ضرورة اتهام حكومة الجمهورية العربية السورية باستخدام الأسلحة الكيميائية، لأنهم لم يجدوا أفضل من ذلك سلاحاً يستطيعون من خلاله كما يعتقدون توجيه إصبع الاتهام إلى الحكومة السورية من جهة، ولأن أحداً آخر لا يسيطر على الإعلام ولا يسيطر على الدعاية ولا يسيطر على المنظمات الدولية، فكانوا يضمنون بذلك أنهم سيكونون الطرف الأكثر فعالية. بتاريخ 23/6 وجه السيد الوزير وليد المعلم رسالة إلى بان كي مون، وركز فيها على انتهاء عمليات ترحيل المواد الكيميائية السورية. يعني نحن بدأنا مباشرة بتنفيذ
التزامات سورية، وبعد أشهر قليلة كنا قد أنجزنا بشكل كامل ترحيل هذه المواد. وأود أن ألفت انتباهكم إلى أننا كنا أمام خيارين، إما أن نقوم بتدمير هذه الأسلحة كما يقال في كلمات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مفرداتها داخل سوريا، أو نقوم بترحيلها إلى الخارج. ونحن قلنا أنه إذا تم تدمير هذه المواد في سوريا فإنهم سيقولون أن سوريا لم تقم بأي شيء، لذلك طلبنا منهم رسمياً أن تدمر هذه المواد الكيميائية خارج سوريا. وفعلاً جاءت سفن من الدنمارك في البداية، وسفن بريطانية وأمريكية وفنلندية وسويدية، وكلها هذه الدول ساهمت في نقل هذه المواد إلى خارج سوريا. يعني انتهينا من كل هذه المواد. طبعاً لن أفسر خلفية ما قمنا به في هذا المجال، لكن الحقيقة هي أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد اعترفت بأن سوريا قد قامت بتصفية كل ما يتعلق ببرنامجها الكيميائي. وإذا عدتم للاستماع الآن إلى قضايا تتعلق بالبرنامج الكيميائي السوري، فهي لا تتعلق بالسؤال هل قامت سوريا بنقل كل برنامجها الكيميائي إلى خارج سوريا أم لا، لكن السؤال المطروح هو تاريخ هذا البرنامج، حيث يصر الأمريكيون على معرفة من هم الخبراء ومن هم المسؤولين ومن هم الذين قاموا بإدارة هذا البرنامج، ويطالبوننا بوثائق لم نعد نمتلكها حول تاريخ هذا البرنامج، لأنها موجودة في مناطق كانت تسيطر عليها المجموعات الإرهابية المسلحة. وأنتم تعرفون أن مثل هذه الجوانب تخضع لإجراءات معينة عندما يتعرض مثلاً أحد المقرات العسكرية لهجوم، فإنه يجب أن يدمر كل ما هو موجود في المقر حتى لا تستفيد منه المجموعات المهاجمة، وفي الحالة السورية المجموعات الإرهابية المسلحة. هذا هو ما يطالبوننا به الآن، وكل هذه الحملة التي تشن على سوريا تأتي في هذا الإطار. ويبدو أن البعض ما زال يعتقد بأن اتهام سوريا باستخدام هذه المادة الكيميائية أو تلك قد يعيد إلى الأذهان أن هنالك برنامج سوري ما زال قائماً، وهذا أبعد ما يكون. ونحن نطالب دائماً بالتحقيق، وقد استقبلنا فرق التحقيق في كل الأماكن التي طلبوا زيارتها. لم نغلق مكاناً واحداً في الجمهورية العربية السورية أرادوا زيارته وقلنا لهم أن هذا المكان لا يمكن ولا تمكن زيارته. إذن هم محرجون، لكنهم في البعد السياسي يريدون الاستمرار في تشويه صورة الجمهورية العربية السورية أمام الرأي العام العالمي، وإيجاد مبررات تخدم إسرائيل ومصالح إسرائيل في هذه المنطقة. أريد الآن أن أتطرق بشكل مباشر إلى ما حدث في خان شيخون. طبعاً الاتهامات جاءت من قبل التنظيمات الإرهابية، وبمساعدة إعلامية وسياسية من قبل الدول الراعية للإرهاب في سوريا، بشكل خاص تنظيمات جبهة النصرة وغيرها في المنطقة الغربية وتنظيمات داعش، والتي ذكرت أن كل المعلومات تفيد أن هذه الدول المعادية لسوريا ما زالت على علاقة طيبة معها، ولم يعد هذا سراً أصلاً. فهم يستخدمون هذه التنظيمات لخدمة أهدافهم بين حين وآخر. طبعاً بعد العدوان الأمريكي على بعد يعني اطلاعنا مباشرة على ما حدث في خان شيخون، قمنا بتوجيه دعوة للأمانة العامة للأمم المتحدة ودعوة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية للتحقيق فيما تم، وقلنا لهم أننا نريد أيضا التحقيق في ما حدث في مطار الشعيرات،
لأنه بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية المكان التي تخزن فيه أو تقلع منه طائرات أو سيارات أو شاحنات لاستخدام هذه المواد الكيميائية في مكان آخر يجب أن يتم التحقيق فيه أيضا. من هو الذي وقف ضد ذلك بشكل لا يمكن وصفه من الحماقة ومن التشدد؟ الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والدول الغربية. وأنا أريد أن أقرأ عليكم مشروع القرار الذي كانت قد تقدمت به روسيا الاتحادية أمام مجلس الأمن أولاً، وهنالك طبعاً لم يتم التعامل مع الموضوع بشكل جدي، لذلك طرح مشروع القرار أمام المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذي ناقش هذه الجوانب. مشروع القرار الروسي الذي يقدم باسم روسيا وإيران لأنهما عضوان في المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية طلب، وأرجو أن تعلموني إذا كان هنالك أي خطأ أو خلل في الجوانب التي طرحها مشروع القرار الروسي، طلبوا من المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إرسال بعثة تقصي حقائق فوراً إلى سوريا. هذا هو الموقف الروسي والذي دعمناه في سوريا أيضاً. ثانياً، أن يشمل الفريق الذي سيحقق في سوريا خبراء معروفون بنزاهتهم ويراعي التمثيل الجغرافي لأكبر الدول لأكثر الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، يعني ما يكون من بلد بلدين. عادة هن بيبعثون نتصوروا لسوريا محققين إما بريطانيين أو فرنسيين أو أمريكا، فشو هالتحقيق هذا اللي يعني بتم في سوريا؟ ونحن بصراحة يعني كنا نتقصد قبول ذلك حتى نثبت أن سوريا لا تخفي شيء وأنه لا يوجد لدينا شيء نخجل من إعلانه، وهذه هي الحقيقة. البند الثالث في مشروع القرار الروسي للتحقيق فيما حدث بعد العدوان الأمريكي على مطار الشعيرات في سوريا هو أن يقوم بالتحقيق، يعني المدير العام من قاعدة الشعيرات التي دعي أنها تقوم بتخزين مواد كيميائية سامة وأن الطائرات انطلقت منها. هل هنالك أي خلل في هذا الجانب؟ رابعاً، أن يعمل الفريق بمهنية وموضوعية وأن يجمع أدلته المادية من المواقع نفسها قيد التحقيق، يعني هنالك تعاون كامل. أن يتم التواصل مع الدول والهيئات الراعية للجماعات المسلحة المسيطرة على منطقة خان شيخون ليتمكن الفريق من زيارة خان شيخون، بمعنى أنه إذا كانت التنظيمات الموجودة في منطقة خان شيخون وهي كثيرة تابعة لتركيا أو لقطر أو للسعودية أو لفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، أن يتم الاتصال مع هذه الدول لكي توجه هؤلاء بقبول دخول فريق التفتيش إلى منطقة خان شيخون. سادساً، أن تقدم جميع الدول الأطراف ما لديها من معلومات حول الحادثة إلى الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، لا يوجد أي خلل في ذلك. سابعاً، أن يقوم المنسق المدير العام بإعلام المجلس التنفيذي بنتائج هذه التحقيقات خلال 30 يوماً من انتهائها. تعرفون ما حصل؟ هذه الجوانب توحدت أو عملت الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها على رفضها جميعاً، وفي التصويت الذي تم صوتت كم دولة حتى أكون دقيق؟ صوتت 6 دول لصالح القرار والمشروع قرار الروسي، وهي روسيا وإيران وجنوب أفريقيا والسودان والجزائر والصين، وصوتت 21 دولة ضد القرار، فرنسا، ألمانيا، هي الدول يعني اللي
بتشتغل أو تدعي أنها تشتغل من أجل إخلاء العالم من الأسلحة الكيميائية وأسلحة الدمار الشامل كما يفترض. فرنسا، ألمانيا، غواتيمالا، إيطاليا، اليابان، مكسيك، لاتفيا، بنما، البيرو، بولندا، كوريا الجنوبية، السعودية، سلوفاكيا، إسبانيا، السويد، سويسرا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، أستراليا وبلجيكا وتشيلي. طبعا امتنعت 13 دولة، هذول ممكن حسابهم على الدول اللي كانت مع القرار إلى حد ما، لكن ما قدروا يخطوا خطوة باتجاه أن يكون تصويتهم إيجابي لصالح مشروع القرار الروسي الإيراني، وهم السنغال، فيتنام، الأرجنتين، أرمينيا، بنغلاديش، البرازيل، الكاميرون، غانا، الهند، العراق، كينيا، المغرب والباكستان. الوفد الليبي كان حاضر الاجتماع لكنه ما صوت، تعرف كانوا بيهلكوهم بعدين، لأنه كمان في قصص أخرى تتعلق بالمواد الكيميائية في ليبيا. أود أن أختتم بأن التحقيقات التي أجرتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشكل أساسي في خان شيخون تمت في تركيا، والسؤال المطروح: هل تركيا دولة صديقة لسوريا أم أنها دولة تحارب الدولة السورية وتحتل جزء من أراضيها؟ ثانياً، من هو الذي سيرسل الشهود إلى تركيا؟ المنظمات الإرهابية المسلحة التي استخدمت الغازات السامة هي التي أرسلت هؤلاء الشهود إلى تركيا، فكيف سيسمح لهؤلاء الشهود أن يكونوا شهود شفافين ونزيهين وأن يقدموا معلومات دقيقة إلى محققي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية؟ المسألة الأخرى وهي الأكثر أهمية: من الذي أكد استخدام مثل هذه الأسلحة؟ والحديث يدور طبعا حول استخدام السارين، لأنه لا يمكن القبول بعينات رفعها هؤلاء الشهود ومنظمات مثل منظمة الخوذ البيضاء التابعة للمخابرات الأمريكية والمخابرات البريطانية ومنظمات أخرى، بما في ذلك حتى أطباء بلا حدود. كيف سيقوم هؤلاء بتقديم مواد وشهود نزيهين يقولون الحقيقة وفي تركيا؟ هذا سؤال أتركه لكم للتفكير فيه. تركيا كما ذكرنا طرف من جميع النشاطات التي أدت إلى تشجيع الإرهابيين على استخدام مثل هذه الأسلحة الكيميائية في سوريا، وأنتم تعرفون القصص عندما دخل ثلاثة عناصر من تركيا إلى سوريا وبعد ذلك ألقي القبض عليهم في تركيا من قبل جهات يبدو أنها كانت تعتقد أنها تمارس شيء قد يرضي الحكومة التركية، لكن عندما قدم هؤلاء الأشخاص أمام محكمة في جنوب تركيا قامت الحكومة التركية برئاسة أردوغان بعزل القاضي وإنهاء القضية أمام القضاء التركي وبإطلاق سراح هؤلاء الثلاثة الذين قبض عليهم وهم يحملون مواد كيميائية أرادوا إدخالها إلى سوريا. طبعا هنالك مواد كيميائية أدخلها الإرهابيون والمسلحون إلى سوريا من العراق. في هذا المجال طبعا نحن والعراق نناضل جميعا ضد الإرهاب وضد الجماعات الإرهابية، لكن هذه المجموعات المسلحة كانت تسيطر على مناطق في شمال العراق وكانت تصلها المواد الكيميائية سواء من حكومات في المنطقة، أقصد من السعودية ودول أخرى، أو من خلال خبراء التنظيمات الإرهابية الذين توصلوا إلى طرق تصنيع هذه المواد الكيميائية. المسألة الأخرى: إذا أردنا أن نتحدث
ضد من ستستخدم الحكومة السورية المواد الكيميائية؟ ضد من؟ سواء في الغوطة الشرقية أو في المناطق الأخرى التي ادعوا فيها عن استخدام مادة الكلور، ضد من؟ ضد أبنائنا وضد شعبنا وضد أهلنا؟ هذا سؤال، لأن الدول الغربية لا تتمتع بالأخلاق، أو قيادات هذه الدول الغربية لا تتمتع بالأخلاق ولا تفكر بمصالح شعوبها، لأنها لا تفكر إلا في الانتخابات وفوز وكيف تفوز في الانتخابات وكيف تخدم خلال الانتخابات وبعد الانتخابات إسرائيل، لا يفكرون بغير ذلك. لذلك عندما يتحدثون أن النظام في سوريا يقصف شعبه فهم يكذبون، هي فقط آلية جديدة من أجل تشويه صورة الحكومة في الجمهورية العربية السورية وشن حملات دعائية للوصول إلى أهدافهم الدنيئة التي تعرفونها جميعا. إذن عندما وصلت العينات التي حملها هؤلاء الإرهابيون والمسلحون معهم من خلال شهودهم إلى تركيا، فكيف كانت سلسلة حضانة ونقل هذه المواد؟ يعني من أشرف على ذلك؟ حتى هذه اللحظة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لم تصل إلى مكان الحادث، واكتفت فقط بما قدم إليها من مواد وشهود وفي تركيا. فكيف يمكن أن يقتنع الرأي العام العالمي بصحة مثل هذه التحقيقات؟ وهذا مطروح على الإعلام ومطروح أيضا على الرأي العام في كل المكان. إذن سلسلة حضانة العينات التي أرسلت إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أمر مشكوك فيه، ولا يمكن أن يعتمد عليها في إطار آليات عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والميثاق الذي بنيت عليه هذه المنظمة. عندما زارنا مسؤولو المنظمة مؤخرا في قبل أسبوعين، حيث استقبلنا والتقينا على المستويين السياسي والفني هذه الوفود، قلنا بأننا نؤكد مرة أخرى على رسائلنا التي وجهناها إلى المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أحمد أوزمجو وإلى الأمانة العامة للأمم المتحدة، لأن هنالك آليتان الآن تتابعان الملف الكيميائي، وهي آلية التحقيق في نيويورك ولجنة تقصي الحقائق في لاهاي. نحن وجهنا دعوتين إلى هاتين المنظمتين، وقلنا أننا نؤكد على شيئين: أولاً أن الجمهورية العربية السورية ستقوم بتأمين كل الشروط المواتية لزيارة خان شيخون حتى آخر خط للجيش العربي السوري، وبعد ذلك تصبح المسؤولية مسؤولية الدول التي تحدثنا عنها والتي ترعى التنظيمات الإرهابية في تلك المنطقة. ونعتقد أنها لو كانت جادة في الضغط على التنظيمات الإرهابية لكانت قد حققت زيارة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. نحن استقبلنا ستيفن وولس المحقق المعني في سوريا، لأن هناك لجنتان غير اللجنتين الآليات الأولى، لجنة تحقق في تركيا من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ولجنة تحقق في سوريا. اللجنة التركية أخذت الشهود من خان شيخون إلى تركيا. اللجنة التي أتت إلى سوريا قمنا بالتأكيد عليها أولاً لزيارة خان شيخون، وأننا مستعدون لإيصالها إلى آخر خط بحماية سورية. والجانب الثاني أنني أبلغت ستيفن وولش بأننا سنقوم بأن طائرة هليكوبتر جاهزة الآن في هذه اللحظة التي كنت أتحدث فيها معه، وقلت له بأننا سنؤمن إقلاع هذه الطائرة في اللحظة المناسبة التي يريدونها للذهاب والتحقيق أيضاً فيما حدث في مطار الشهيرات. مؤخراً قبل 3-4 أيام تلقينا رسائل من المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية يؤكد فيها عدم قدرة المنظمة على الذهاب إلى خان شيخون،
وأنه لا توجد لديهم ولاية أو ترخيص، ويقصدون هنا الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية للذهاب إلى مطار الشعيرات. أنا أعتقد أن مطار الشعيرات هو مطار فضيحة الأهداف الأساسية للولايات المتحدة الأمريكية، والذي سيفضح أن مطار الشعيرات لم تنطلق منه طائرة ولم يستخدم لأسلحة كيميائية على الإطلاق. لذلك هم يصرون على رفض الذهاب إلى مطار الشعيرات لأنه سيفضح أهدافهم الحقيقية. في خان شيخون، واسمحوا لي أن أطيل ولو لدقائق، الاتهام منصب على حفرة بعيدة حوالي 30 متر عن طريق حماة حلب. في تلك الحفرة قالوا أن الضربة أو القذيفة التي استخدمت فيها الأسلحة الكيميائية قد حفرت هذه الحفرة، وهكذا ما اعتمد، هذا هو ما اعتمد من رواية لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وأخذت العينات عن استخدام السارين من هذه الحفرة. طبعا نحن شكلنا لجنة التحقيق، وتقرير لجنة التحقيق السورية معي، طبعا الآن لن، هذا هو التقرير بالصور الملونة كما ترون، والذي قدمه لنا من؟ قدمه لنا أهلنا في خان شيخون. أهلنا في خان شيخون هم الذين رأوا وعرفوا هذه اللعبة، وأنه لم تكن هنالك أي استخدام من قبل الحكومة السورية لأي غاز سارين، وأن من سقطوا هم سقطوا على يد المجموعات الإرهابية التي استخدمت هذا الغاز لتبرير منطقها الدنيء والساقط في إطار هذه الحملة على سوريا. طبعا وافونا أهلنا في خان شيخون بصور وبفيديو وبكل ما يثبت أن المجموعات الإرهابية المسلحة هي التي قامت بهذا العمل الدنيء، وبأن الجمهورية العربية السورية لا دور لها على الإطلاق في مثل هذه الأعمال. ونحن قدمنا وسنقدم المزيد من المعلومات المتعلقة بهذا التقرير خلال الاجتماعات القادمة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. السر الأخير الذي أود أن أبيحه لكم هو أن الحفرة التي ادعى الإرهابيون أنها مكان لسقوط القذيفة قد قاموا في اليوم الثاني أو الثالث بردمها بشكل كامل. لا أدري إذا كنت الآن قادر أو أنتم قادرين تشوفوا هذه الحفرة قبل وبعد أن قام المسلحون بردمها. لماذا قام المسلحون بردمها إذا كان الدليل على أن الطيران السوري أو المدفعية السورية أو أي وسيلة أخرى قامت بإيصال القذيفة إليه؟ لماذا؟ لكن هم يعرفون أيضاً، ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمريكان هم والإسرائيليون هم الذين أوعزوا إليهم بطمر هذه الحفرة، وهي الدليل على كذبهم وأنهم هم الذين استخدموا المواد الكيميائية لقتل شعب سوريا ولخلق هذه الحالة من الترويج ضد سوريا ومن أجل تبرير أهداف أمريكية بحتة. سأكتفي بهذا القدر من المعلومات، وأعتقد أنني قدمت لكم ما يجب أن أقدمه، لكن أنا على استعداد للإجابة على كافة الأسئلة المعنية بهذا الجانب، وشكرا كثيرا لكم لإصغائكم. شكرا سيد النائب. أنا نسيت أن أعطي الحديث للسيد المترجم. هل هنالك من يحتاج إلى الترجمة؟ Any need for translation؟ بخليها بالسؤال ولا ممكن يلخص؟ لازم تم لفت ها؟ Okay, just the question. Okay, الأسئلة. شكرا سيد النائب. تفضل. السؤال الأول لصحيفة البعث. معالي النائب يعطيكم العافية. عمر مقداد من صحيفة البعث. بداية شكرا على هذا العرض الواضح والذي قدم أدلة واضحة تماما لا لبس فيها على أن هناك يعني فبركة كاملة لقضية الكيماوي في سوريا.
دكتور فيصل، ملاحظ أن نبرة الحديث عن الزعم باستخدام الكيماوي تتصاعد من جديد. هناك تقرير مفبرك وغير واقعي للمنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية. هناك اتهامات أمريكية استباقية، ونحن تعودنا دائما تكون في اتهامات فرنسية بريطانية، هالمرة أمريكا تتقدم. إذن اتهامات أمريكية عم تترافق مع تحذيرات أمريكية، انتشار عسكري في المتوسط، دعم للمجموعات الإرهابية المسلحة، حديث عن مناطق أو قواعد عسكرية للتحالف، لأن هناك حملة إعلامية تتم بهذا الخصوص، شراء فيديو، مواد إخبارية، مواد للإعلام وتصريحات عم يتم صناعتها، وفي تحذيرات من موسكو بخصوص هذه الحملة. سؤالي، في ظل هذا الوضع، يعني شو اللي عم تحضر له إدارة ترامب؟ لماذا هذه المرة يعني تصر إدارة ترامب على استخدام حجة وهي حجة السلاح الكيماوي؟ ونحن بنعرف تاريخيا العدوان الأمريكي اللي كان عم يتم مع مختلف دول العالم دائما كان يتم تحت عنوان إما التدخل الإنساني أو أي إطار آخر. بختم، كيف رح ترد سوريا وحلفائها، وخاصة مع تحذير روسيا بأنها سترد برد مناسب؟ شكرا. شكرا على هذا السؤال. أنا تحدثت حول أهداف إدارة ترامب، وهي إعادة إظهار صورة الولايات المتحدة الأمريكية وأنها قادرة على استخدام القوة في كل مكان. الإدارة الأمريكية كانت بعد الانتخابات تحت ضغوط هائلة داخلية من أجل الإطاحة بهذه الإدارة، فأرادوا تحسين صورتهم داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وتشير المعطيات إلى أن الهدف الحقيقي كان هذا الهدف، على الرغم من قيام مستشارو البيت الأبيض بكافة أطرافهم بمحاولة إقناع الرئيس بعدم اتخاذ هذا القرار، لكنه قال لهم جميعا أن هذا هو قراري. وأعتقد أن هذه المعلومات التي نشرت مؤخرا، سواء في تقارير لخبراء داخل الولايات المتحدة الأمريكية أو في تقرير الكاتب المشهور سيمور هيرش، بأن هذا كان أحد الأهداف الحقيقية. قلت الهدف الآخر هو التعمية على ما يحدث في المنطقة من خلافات ما بين حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية. المسألة الهامة الأخرى هي أن الإدارة الأمريكية تريد أن يكون لها دور بعد التقدم الكبير الذي أحرزه الجيش العربي السوري في الملف السوري. وأعتقد أن الهزائم التي منيت بها التنظيمات الإرهابية وعملاء وحلفاء الولايات المتحدة الأمريكية قد دفع الرئيس الأمريكي لإعطاء تطمينات لأدواته في المنطقة وللمسلحين والإرهابيين الذين ينهزمون الآن ويفرون من موقع إلى آخر، يعطيهم تطمينات أنه ما زال يقف إلى جانبهم. لكننا نؤكد أن الجيش العربي السوري وحلفائه سيلاحقون الإرهابيين إلى كل مكان، وأن سوريا مقبلة على نصر كبير. شكرا. السؤال لبي بي سي عربي. دكتور فيصل، ذكرت أنه كان في وفد زار دمشق منذ أسبوعين والتقى بحضركم. أقل من أسبوعين. طرحتم زيارة الوفد لأقرب منطقة بتسيطر عليها الحكومة السورية عند خان شيخون. طرحتم زيارة مطار الشعيرات. ما هي يعني هاي المواقع اللي التهمة إلى سوريا أنه من هنالك انطلقت الطائرة وهنالك نفذ العملية؟ السؤال، لجنة التحقيق اللي ساودها الحكومة السورية واللي فيها الصور اللي هلا حضرتك طلعتها، هل قدمت لهذه اللجنة؟ والسؤال، لمن القرار؟ اللجنة التركية أم اللجنة التي زارت دمشق؟ يعني الحصيلة النهائية أين؟ من سيصدر القرار النهائي ويقول أن سوريا متهمة أم غير متهمة؟ يعني اللجنة التقصي، هل هي التركية أم السورية أم اللجنتين؟ ومن سيصدر القرار؟ هذا سؤال هام جدا أخي عساف. طبعا نحن طلبنا من
الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بأن يتتم كل التحقيقات من داخل سوريا، يعني أن تذهب اللجان من دمشق إلى خان شيخون، وأن تذهب اللجان من دمشق إلى مطار الشعيرات وإلى أي مكان آخر في سوريا. نحن لم نخفي شيئا على الإطلاق، لكن كما ذكرت أبلغتنا المنظمة بأنها غير قادرة على القيام بذلك بشكل رسمي، وفي رسالتين من السيد أزيمجو لي بصفة رئيس للجنة الوطنية السورية. هذا جانب. الجانب الثاني المسألة الفنية المتعلقة بالتقرير. المنظمة أصدرت عمليا تقريرها الأخير، والذي قمنا بتوجيه انتقادات نحن وأصدقائنا الروس والأصدقاء الآخرين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأن هذا التقرير الذي لا يستند إلى التحقيق المباشر ومن أرض الواقع، ولم يتعامل على الإطلاق مع مطار الشعيرات، لا يعطي لهذا التقرير أي مصداقية. ونحن قلنا بأننا لن نعترف بنتائج هذا التحقيق ولن نتعامل معه، لأنه يفتقد إلى الشفافية والمصداقية والنزاهة. فكيف نقبل أن يتم تحقيق في تركيا عن حادث وقع في خان شيخون؟ يعني المجرم الذي ارتكب الجريمة هو الذي يحقق مع ذاته في هذا المجال. ما تم هو أن التقرير سيتضمن الجزء المعني بالتحقيقات التي تمت في تركيا والتحقيقات التي تمت في الجمهورية العربية السورية. نحن أمننا بالمناسبة شهود عيان على الحادث. نعم، قابلتهم اللجنة طبعا في دمشق. في هذه المرة حقيقة وللمرة الأولى وانطلاقا من الشعور الوطني النزيه لأهلنا في خان شيخون، كانوا مستعدون لكي يدلوا بشهادات داخل سوريا، وأدلوا بشهادات أمام هذه اللجنة داخل سوريا، ونحن على استعداد لتقديم مزيد من الشهود في هذا المجال. لكن تبقى المشكلة هي أن هذا التحقيق لم يتم على أرض الواقع، حتى ترى اللجنة ما تم من طمر لهذه الحفرة التي ادعت المجموعات الإرهابية أنها تحتوي السارين. نحن قمنا بتحقيقاتنا، أرسلنا العينات التي أتتنا من خان شيخون، أرسلناها أيضا في سلسلة حضانة حقيقية إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وهي الآن تخضع للتحليل. طبعا من المضحك أننا علمنا أن المسلحين قد قاموا بتقديم هذه العينات، لكن كان هنالك جثة لحيوان قرب هذه الحفرة، قدمها المسلحون على أنها تحتوي السارين لكنها لم تحتوي على أي شيء. وكشفت عملية فحص جثة هذا الحيوان أنها لا تحتوي على السارين. إذن هم استخدموها لدقائق حتى يبرروا هذا العدوان الأمريكي على سوريا من خلال التواصل المباشر ما بين المسلحين الإرهابيين والإدارة الأمريكية والأطراف الأخرى المعادية لسوريا. شكرا. السؤال لقناة سما الفضائية. شكرا. ذكرت حضرتك بأنه الغاز وكل هذا الملف، وبأن سوريا قد انتهت تماما من أي نوع من أنواع الغاز، من أي نوع من أنواع المواد الكيماوية. لا، ولكن ما قلت هيك. غاز السارين. أنا بعرف أنك دقيقة. لأنه في مواد كيماوية بسوريا. أسلحة كيميائية. تستخدم للغسيل وللتطهير. الأسلحة الكيماوية. لا، نحن بنقول ما في غازات سامة تستخدم. ما في أسلحة كيميائية. لأغراض عسكرية ولا في أسلحة كيميائية. نعم. بس مشان نوضح، لأنه فرصة إلي ألفت الاهتمام إلى الفرق ما بين هذه المفاهيم. هو واضح، الأسلحة الكيميائية. نعم. الآن نسأل عن الأجواء التي تثار قبل
كل عدوان أمريكي على سوريا، بمعنى أنه عندما حدث عدوان مطار الشعيرات في نيسان أبريل الماضي كان هنالك إثارة من قبل لجنة تقصي الحقائق وحتى من قبل الأمريكيين الذين تحدثوا عن أنهم ليسوا متأكدين من أن غاز السارين قد أطلق جوا على خان شيخون. اليوم ما يثار من هذه الأجواء في الغوطة الشرقية أو حتى ما تحدثت عنه بعض الأنباء في وزارة الدفاع الروسية عن أنه في فبركات ممكن أن تكون مستقبلا موجودة في القريب في درعا، هل هذا يقودنا إلى أنه ممكن أن يكون هنالك أي عدوان أمريكي قريب على سوريا؟ هل تتوقعون؟ هذا جانب. من جانب آخر، ما جدوى معاليك أن ترسلوا طلب للجان تقصي حقائق دائمة إذا كانت لجنة تقصي الحقائق تقولون بأنه أصدرت حكم غير منصف وغير حقيقي عما يجري على أرض الواقع؟ وشكرا. شكرا. دائما أنت تسألين الأسئلة الدقيقة والهامة. حقيقة نحن لن نستغرب قيام الولايات المتحدة الأمريكية وهذه الإدارة بارتكاب اعتداءات جديدة على سوريا، لكن يجب أن يحسبوا بشكل دقيق حسابات رد الفعل، وأن ردود الأفعال من سوريا أو حلفائها لن تكون كما كانت في العدوان الأول، وهذا ما قلناه نحن وما قالته أيضا القيادة العسكرية والسياسية في روسيا الاتحادية وأصدقاء آخرون. لكن هذا يعتمد بشكل أساسي على تقديرات الإدارة الأمريكية ودراستها الجدية كما قرأت في تقارير أمريكية لمخاطر ذلك على الأمن والسلم داخل الولايات المتحدة الأمريكية. يعني تشجيع الإرهاب في سوريا هو اعتداء على الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر أو غير مباشر. تشجيع الإرهابيين في سوريا يعني تشجيعهم أيضا في لبنان وفي العراق وفي الكويت وفي السعودية وفي قطر وفي كل الأمكنة التي يمكن أن يضربها هذا الإرهاب لسبب أو لآخر. إذن لماذا يعالج مجلس الأمن الدولي مثل هذه المسائل الحساسة والهامة؟ لأنها تشكل خطر على الأمن والسلم الدوليين، وهذا شيء حقيقي. وأن تأتي إدارة أمريكية للعمل من خارج قرارات مجلس الأمن ومن خارج ميثاق الأمم المتحدة وفي إطار تعاونها وتعاملها مع التنظيمات الإرهابية وضد الطائرات السورية التي تكافح الإرهاب وضد الجيش العربي السوري الجيش الأول الذي يدافع مع حلفائه عن كرامة الشعوب وعن مصالحها في مكافحة الإرهاب، فهذا يعني تعاون بشكل مباشر أو غير مباشر مع الإرهاب. هذا عدوان لا يمكن أن يسمى في المصطلحات الدولية وبموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة إلا أنه عدوان ودعم للإرهاب واستثمار للإرهاب بشكل أو بآخر. لماذا نتعاون مع لجان التحقيق؟ نحن نتعاون مع لجان التحقيق حتى نقول لكل العالم أننا لا نخفي شيئا وأننا لا نخاف من شيء. نحن نحارب الإرهاب في سوريا وعلى استعداد لمحاربته وإدانته في أي مكان من هذا العالم، لذلك نستقبل مثل هذه اللجان لكي نقول لها بأن سوريا صادقة وبأنها ستؤمن كل ظروف عملها الحيادية والنزيهة والشفافة بكل ما تعني هذه الكلمة. يعني نحن نؤمن لهم كل ذلك وتخرج التقارير لكي لا تكون ذات مصداقية. وأنا كمسؤول، وتريني أريد أن أنتقي الكلمات بدقة، أقول بأن معظم التقارير، لا أريد أن أقول 100% لكن ممكن 99% التي تصدر عن الأمم المتحدة تكون مكتوبة سلفا، بما في ذلك تقارير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وعندما يأتون إلى هنا وإلى هناك يعني تكون التقارير أصلا جاهزة. أنا أرجو من المنظمات الدولية ومن الأمين العام الجديد للأمم المتحدة أن يكونوا أكثر شجاعة في مواجهة مثل هذه الأعمال التي يقوم بها موظفو الأمانة العامة في إطار الحفاظ على مواقعهم ومناصبهم ورواتبهم، ومجاملة لمن يستطيع أن يقول لهم انتهت مهمتكم.
لذلك أرجو أن تكون التقارير نزيهة وأن تكون ذات مصداقية كي لا يفقد العالم ما تبقى من شعوره بمصداقية العمل الدولي. أقول ذلك وأنا أشعر بالحزن وأشعر أيضاً بخيبة الأمل كما شعر الكثير من المواطنين السوريين عندما أصبحت كلمة الأمم المتحدة وكلمة المنظمات الدولية والرأي العام العالمي والمجتمع الدولي تثير مشاعر غير إيجابية تجاه كل هذه الكلمات. شكرا. السؤال لقناة CCTV الصينية. Hello, Dr. Mikdad. Forgive me, please. Forgive me about my Arabic. Two questions. First one, chemical weapons now once again become one of the major issues in Syrian crisis. So what's your, in general, what's your the Syrian government's point of view about this trend and how will you deal with this? And the second question is... The trend of? Sorry? What's your view on this trend of this chemical weapon become a major issue in Syrian crisis again, and how to deal with that? The second question is, we know that tomorrow is the new round of Astana peace talk. We saw there recently there are conflicts in the southern provinces as well as in eastern Damascus. So what's your expectation for the new round of Astana talk, especially concerning the conflict de-escalation zones? Thank you. يبدو أن موضوع الأسلحة الكيميائية أصبح عاملاً رئيسياً في الأزمة السورية. ما وجهة نظركم حيال ذلك وما أنتم فاعلون فيما يتعلق باستعمال الأسلحة الكيميائية كجزء من عناصر الأزمة السورية؟ السؤال الثاني يتعلق بمؤتمر أستانا الذي سيعقد غداً. ونعلم أن هناك صراعات في المنطقة الشرقية وفي المنطقة الجنوبية والغوطة الشرقية بين عدد من الفصائل. أيضاً ماذا تتوقعون من مؤتمر أستانا الذي سيعقد غدا؟ شكراً. Thank you, CCTV. This is a very good question. I think it is a relevant one. Although Syria has destroyed all its chemical arsenal, we still see attacks against the or attempts to attack the achievements made by the Syrian Arab Republic. Of course, although Syria used to have Afwan. رغم أن سوريا كان لديها ترسانة من الأسلحة الكيميائية إلا أنها دمرت هذه الأسلحة بشكل نهائي. We believe that the enemies of Syria have no other elements to use to justify their intervention in Syria except this kind of cheap propaganda and cheap use of chemical weapons. نعتقد أن أعداء سوريا لم يعد لديهم أي شيء يستخدمونه ضد الدولة السورية سوى موضوع الأسلحة الكيميائية وهذه البروباغاندا الرخيصة التي تهدف إلى تشويه سمعة سوريا. We believe that they will use all, their propaganda to continue bombarding the Syrian public opinion and the international public opinion with something that may justify their war against Syria. ونعتقد أنهم يستخدمون هذه الأدوات لاستمرارهم في إشباع الرأي العام في المنطقة والرأي العام العالمي لتحقيق أهدافهم ضد سوريا. Frankly speaking, without sometimes I believe the American, French, British governments would like to justify their relationship with the terrorist groups. That's why they create favorable conditions for their terrorist groups to use chemical weapons and then accuse the Syrian army of using this kind of prohibited weapons. Frankly, I think that the
أعتقد أن بصراحة أعتقد أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا تستخدم هذه الوسيلة لتبرير علاقاتها بالمنظمات الإرهابية ولإقناعهم باستخدام الأسلحة الكيميائية كي تدعي لاحقا بأن الحكومة السورية هي التي استخدمت هذه الأسلحة. How can the United States, Saudi Arabia, Britain, France justify their relationship with these terrorist groups when these terrorist groups use chemical weapons in Syria? They cannot. So they have to support any allegation made by these organizations to protect themselves in the West and to justify their relationship with these organizations, including, I mean, those terrorist groups that, we can name them, like Daesh, like Jabhat al-Nusra, like the Uyghurs, whom they are sending from faraway places into the north of Syria to kill the Syrian people. And many of them know how to make chemical weapons. Chemical weapons are not so difficult to manufacture. كيف يمكن للولايات المتحدة أو الدول الغربية الأخرى أو السعودية تبرير علاقاتها بمنظمات إرهابية مثل داعش أو النصرة أو حتى اليوغور الذين يأتون من الصين للقيام بعملياتهم الإرهابية؟ وجميع هؤلاء يعرفون كيف يصنعون الأسلحة الكيميائية، حيث إن تصنيع هذه الأسلحة ليس صعبا جدا. I think all of us have followed the most recent accusations and propaganda by the US administration on the possible use of chemical weapons in the south of Syria, in the east of Syria, near Damascus and so on. Frankly speaking, nobody could feel, convinced that such a possibility is even existing. Why the Syrian government, at a time when its forces are advancing everywhere, why the Syrian government, when national reconciliation is achieved in many parts of Syria, is reverting to the use of chemical weapons, which make the international public opinion feel unhappy and dissatisfied about what the Syrian government is doing. Why the Syrian government would undertake such stupid, measures? It's impossible. In Syria, we have a very, very clever government, and we have an army that does not believe in the use of chemical weapons or any gases because they don't have them, and because in no way we can use them against our people or against anybody. We did not use chemical weapons against the terrorists. When the terrorists occupied many airports, many strategic military positions, the Syrian government, the Syrian army did not use chemical weapons. And this could be proved everywhere in Syria, where battles against terrorists were undertaken. سمعنا جميعا مؤخرا ما تحدثت عنه وسائل الإعلام الغربية بأن هناك توقعات أن تستخدم الحكومة السورية الأسلحة الكيميائية في المنطقة الجنوبية أو في مناطق أخرى. والسؤال هنا، لماذا تقوم الحكومة السورية بفعل ذلك وجيشها يحقق تقدما كبيرا على كل الجبهات والمصالحات الوطنية أيضا في كثير من المناطق السورية تحقق نجاحا، فلماذا يستخدم هذا الإجراء الغبي في الواقع؟ لا يمكن للحكومة السورية أن تفعل ذلك. الجيش السوري لا يؤمن باستخدام الأسلحة الكيميائية، ولم يستخدمها أصلا ضد الإرهابيين. عندما احتلوا مطارات ومواقع استراتيجية هامة، لم يقم الجيش السوري باستخدام تلك الأسلحة الكيميائية، أولا لأنه لا يملكها، وثانيا لأنه من غير الأخلاق استخدام هذه الأسلحة ضد شعبه وأبناء بلده، ولم يستخدمها في أي معارك أخرى، لا ضد الإرهابيين ولا ضد غيرهم. الحكومة السورية حكومة ذكية وحكيمة، ولا يمكن أن تلجأ إلى مثل هذا الإجراء. As far as Astana is concerned, our delegation is about to arrive in Astana this time. There is an agenda for the meeting, and there are ongoing consultations among the different parties.
As we have confirmed, Syria will cooperate with all efforts that are intended to combat terrorism and to stop bloodshedding in Syria. Although we know we are discussing with terrorists, I mean, those who go from those different organizations are considered by us and by our friends as terrorists. But because we have a higher interest, which is stopping bloodshedding in Syria, we are taking part in these discussions. We shall cooperate with the, I mean, our friends on the areas that are going to be intended for de-escalation. لاجتماعات أستانا جدول أعمال وهناك مشاورات تجري مع الأطراف المختلفة والحكومة السورية ستتعاون مع جميع الجهود الرامية لمحاربة الإرهاب رغم أننا نعلم أن بعض هذه المنظمات نصنفها نحن وأصدقاؤنا على أنها مجموعات إرهابية لكننا رغم ذلك سنتحدث إلى هذه المجموعات لأن لدينا هدف أخلاقي أعلى هو وقف سفك الدم السوري وسنتعاون مع كل الأطراف المشاركة لتحقيق هذه الغاية. هنالك طرف ضامن ليس صديقا لسوريا بل يشن. There is a co-sponsor who is not friendly to Syria. I mean the Turkish government. They are taking part in the terrorist actions against the Syrian government. They are helping terrorist groups. They are occupying parts of Syrian land. We believe that the Turkish role has been always destructive. It is part and parcel of the problem in Syria. And as a co-sponsor of the terrorist groups, we doubt whether they really have a serious intention to contribute to the success of the Astana and other meetings. هناك طرف راعٍ هناك طرف ضامن وهو طرف راعٍ لبعض المجموعات الإرهابية في سوريا هو تركيا وهو الطرف الذي يشارك في الأعمال الإرهابية في سوريا ويحتل جزءاً من الأراضي السورية وهو في الواقع جزء من المشكلة في سوريا. نشك أن لدى الطرف التركي نية صادقة وحقيقية في المساهمة في حل الأزمة السورية لكننا رغم ذلك نتعامل مع جميع الأطراف. السؤال للفضائية السورية. أمل أن يكون السؤال الأخير. شكرا دكتور فيصل. دكتور فيصل من ضمن التصريحات أو الحملة الإعلامية التي بدأت بها المحطات الغربية حول أو حتى الغرب بشكل عام حول احتمال أن يكون هناك اعتداء واحتمال أن يكون هناك حادث كيميائي في سوريا مر تصريح يقول بأنه قد أخذت تصريح من الجانب الأمريكي بأنه الحكومة السورية أخذت تحذيراتنا بموضوع استخدام الكيميائي بعين الاعتبار. بناء على ماذا؟ هل هو مرتبط باللجنة التي كانت موجودة هنا؟ وهل هناك تقارير استخبارية سواء من الدولة السورية أو من الحلفاء حول إمكانية اختيار المكان أو على أي مكان العين الأمريكية تتوجه في حال جرى اعتداء أمريكي فعلا؟ بصراحة طبعا هذا سؤال يتعلق بآخر التطورات وهو هام جدا. أنا أؤكد بأننا لا نقبل استلام أي تهديدات من أي طرف كان للأسباب التي شرحتها وهي أن سوريا لا تمتلك أصلاً أسلحة كيميائية، فلماذا استخدام مثل هذه التهديدات لتبرير عدوان قد تقوم به الإدارة الأمريكية لتنفيذ أغراضها الدنيئة في سوريا وفي المنطقة؟ لذلك نحن لم نناقش هذا الموضوع ولم يطلب منا أحد تقديم أي ضمانات. كما ذكرت نحن لا نمتلك مثل هذه الأسلحة والأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية يعرفان ذلك. هذا شيء هام، لكن في المقابل إذا أرادت الولايات المتحدة شن عدوان جديد على سوريا فإن
مثل هذا العدوان لن يكون مقبول، وأعتقد أن هذا هو السبب الذي جعل متحدثين آخرين من الإدارة الأمريكية سواء في البنتاغون يعطون مثل هذه التصريحات لإنزال سيد البيت الأبيض عن الشجرة التي صعد إليها بلا مبرر. تفضل. علي عويرة، أول صحفي كفيف بسوريا، صحيفة الواحد الدولية، صحيفة المقاومة. سعادة النائب، من لا بصيرة له لا معنى لبصره، وعلى ما يبدو أن الدول الداعمة للإرهاب قد فقدت بصائرها بحقدهم، وقد فقدت نور أبصارها بغطرستهم، وبالتالي قد تخبطوا فيما يقومون به فيما بينهم. السؤال حقيقة من جزئين، الجزء الأول قد يبتعد قليلاً عن محور المؤتمر الصحفي، ولكن الجزء الثاني سيكون هو ضمن المحور الأساسي للمؤتمر الصحفي. الجزء الأول، كيف تقرأ سوريا العلاقات الخليجية العربية القطرية المتصدعة والعلاقات الإيرانية القطرية، وهل يمكن لإيران أن تكون وسيطاً في المصالحة أو المصافحة القطرية السورية قريباً؟ الجزء الثاني من السؤال، حقيقة أن الولايات المتحدة قد يعني اخترعت سابقاً والآن موضوع المفاعل الكيميائي كما حصل في العراق ودمروه، والآن يحاولون تدمير سوريا لكن خسروا. السؤال هو، ماذا تنظر سوريا، في أي عين تنظر سوريا للولايات المتحدة في هذه التهمة الباطلة؟ شكرا سعادة النائب. شكرا أخي علي، مما لا شك فيه أن امتلاك البصيرة هو الأساس، فلا دور لعين ترى لكنها لا تقوم بأي شيء، وبعض العيون أحيانا تؤذي وتستخدم لأغراض شريرة. أنا أحييك وأتمنى لك النجاح في مهمتك الصحفية والإعلامية وفي بصيرتك القادرة على النفوذ الواقعي والصحيح إلى المشاكل التي يواجهها الوطن وعالم اليوم. طبعاً مما لا شك فيه أن ما يجري في منطقة الخليج حقيقة شيء مضحك مبكي. نحن لا نرجو لأهلنا في الخليج إلا كل يعني الخير، لكن هذه الحكومات المتسلطة على رقاب الشعب الخليجي والتي دعمت الإرهاب في سوريا والتي سلحت ومولت وقتلت أبناء الشعب العربي السوري دون أي مبرر ودمرت إنجازاته، لابد أن تصل إلى هذه النتيجة وإلى هذا الطريق المسدود، لأنها مهما تعملقت فإنها تبقى صغيرة، وخاصة عندما لا تستطيع الدفاع عنها وتبيع سيادتها وكرامتها وتبيع أموال شعبها إلى الولايات المتحدة وغيرها لتأمين الحماية الأمريكية لهذه الدول والاستمرار هذه العائلات في حكم أهلنا في منطقة الخليج. أما فيما يتعلق بالسؤال، نحن لا نتدخل أخي علي، نحن لا نتدخل في العلاقات التي تقيمها دول صديقة أو غير صديقة مع بعض الدول، وأنتم تعرفون طبيعة المواجهات المحتملة في منطقة الخليج وعملية استقطاب لهذا الطرف أو ذاك لكي يكون جزء من هذه الأزمة، لكن نحن لدينا ثقة تامة بأن الأصدقاء الإيرانيون
بأن الأصدقاء الإيرانيين يتعاملون بموضوعية وبفهم دقيق مع ما يجري في المنطقة، وأنا استمعت إلى الكثير من التصريحات وعرفت أن الحكومة الإيرانية لا تريد التدخل في مثل هذه المشاكل. فيما يتعلق بأكاذيب الإدارات الأمريكية حول أسلحة الدمار الشامل، طبعا هم يتحدثون ويمارسون الانتقاد فيما بينهم، وأنا كنت في مجلس الأمن عندما رفع كولين باول زجاجة المواد الكيميائية العراقية، الأمر الذي ثبت أنه لم يكن صحيحا، والرجل الآن يندب حظه وتاريخه لأنه كان قد استخدم كوزير للخارجية لإعطاء معلومات كاذبة وغير صحيحة. طبعا قد يستخدمون نفس الشيء ضد الجمهورية العربية السورية، لكنني أؤكد لك بأننا لن نعطيهم مثل هذا المبرر، لأنه لا توجد لدينا أسلحة دمار شامل، لا توجد لدينا أسلحة كيميائية على الإطلاق، تخلصنا مما كان لدينا خلال فترة تاريخية معينة لأسباب معينة تتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي. وإذا كان الغربيون صادقون في التعامل مع أسلحة الدمار الشامل، فإن العنوان الحقيقي لهم هو أن يتوجهوا إلى إسرائيل. إسرائيل لديها أسلحة كيميائية، ولديها أسلحة بيولوجية، ولديها أسلحة ذرية، ومن منهم يستطيع أن يوجه الإصبع تجاه إسرائيل؟ هم فقط يستخدمون العرب ضد بعضهم ويدافعون عن إسرائيل لأنها من يصنع قادة الدول الغربية، ولأنها من تسيطر على الإعلام وعلى العقول التي تقوم بفبركة مثل هذه الدعايات. شكرا.